من ننشد إيران والعراق يشتركان في موضوع دعم قضية فلسطين والشعب الفلسطيني المظلوم والذي يلقى كل هذه أو يعني يعاني من كل الجرائم التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وكلا الدولتين. لا العراق طبعا لا تؤمن بالتطبيع مع هذا الكيان، إيران كذلك موقفها واضح. بالنسبة لموضوع القوات الأمريكية المتواجدة في العراق والتي الكثير من القوى في المنطقة تعتقد بأنها هي السبب في الكثير من حالات التوتر في هذه المنطقة، أيضا إيران يعني ترى أو تتمنى المفاوضات الحالية بين جمهورية العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائج جيدة وتحقق هذا الطموح الشعبي لدى شعوب المنطقة وهو جلاء القوات الأمريكية من هذه المنطقة. كذلك إيران دائما دعت إلى تشكيل منظومة أمن إقليمية لا سيما في الخليج الفارسي، لها اتفاقيات أمنية مع العراق مع المملكة العربية السعودية، يمكن أن ترتقي هذه العلاقات الأمنية إلى تحقيق أو تأسيس أو وضع أسس يعني منظومة أمنية إقليمية تكون بعيدة عن النفوذ الأجنبي في هذه المنطقة، ويمكن لها أيضا أن تحقق الطموحات الشعبية في المنطقة فيما يرتبط بالصراع الجاري مع الكيان الصهيوني لا سيما الحيلولة دون توسع نطاق الحرب الجارية وألا تتسع إلى أن تشمل مناطق أخرى في هذه المنطقة. لذلك يعني أتصور أن التكامل الإيراني العراقي والإقليمي يمكن أن يتجاوز المواضيع الاقتصادية والسياسية والتعاون في مختلف المجالات ليصل إلى تشكيل منظومة أمنية يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.